بهالصور والاسطوريات كان أول ظهور لعزة زعرور ونور زوجها ومولودهم الأول شمس من بعد مغادرة عزة المستشفى وتحسن صحتها من بعد الولادة اللي كانت شوي صعبة عليها وعلى طفلها، حيث طمأن نور وعزة الجمهور عن حالتهم الصحية وصرحا أنه ما رح يحكيان كل شي صار معهم بآخر فترة وبفترة غيابهم قريبا جدا. فألف مبروك المولود الجديد لعزة ونور مجددا. كون يا جماعة إن شاء الله تكونوا بخير. قطعناكم هالفترة، يعني كنا مشلوشين كثير بموضوع الولادة بموضوع المشفى، صار عنا هيك كثير قصص تبقى بنحكي لكم إياها تباعا، بس بدي فرجيكم إياها. هلا شمس مع عزة. أول مرة بتدفشي عرباية حبيبتي. حبيبي. أما ماريانا غريب فطلعت من المستشفى من بعد عملية الجراحية اللي خضعت لها قبل أيام قليلة واللي ما كشفت شو نوعها لحد الآن، حيث صرحت أنها كانت كتير صعبة ووصلت لدرجة تمنيها الموت بسبب الألم الكبير. ألف الحمد لله على السلامة لماريانا غريب. أنا مو توجعت، أنا مع أنه أحب أحكي هذا الشيء على السوشيال ميديا، بس خليني أحكي معلش. بعمري ما تمنيت الموت قد ما تمنيته لما كنت بالمشفى عم بتوجع. الوجع اللي تحملته على أقسم بالله جبل ما بيتحمل، كتير كان. يا الله ما بحب الدراما المشكلة، بس كتير صعب كتير. كنت عم ببكي، كنت عم معن خلص، يعني هي العنة أقوى. من بعد نشره لفيديو نداءه لأنس الشايب لمنافسته بمباراة ملاكمة، ومن بعد ما رد أنس وقبوله بالستوريات قام بحذفها بعد ساعات قليلة، عمر أبو الرب يعلن عن تواجده بدبي ويطلق ستوريات وجهها لأنس الشايب طالبا منه الرد الأخير، ولحد الآن لم يرد أنس على طلب عمر أبو الرب، بل شارك ستوري قبل يوم كان من كواليس عمله على برنامجه اليوتيوب الجديد اللي رح يعلن عنه قريبا جدا. شو رأيكم أنتو؟ هل رح يرد أنس ويقبل منافسة عمر بملاكمة؟ هاي كنت تحت المخدة، تحت المخدة. مش هون يا الله. قمر الطائي تتخطى حاجز 3 مليون متابع على صفحتها على انستغرام وتنشر ستوريهات عبرت فيها عن شكرها وحبها لجمهورها ووصلت لدرجة البكاء بسبب تأثرها، فألف مبروك لقمر الطائي. أما عائلة توني وكريس سوبر فاميلي احتفلوا اليوم بتخطيهم لحاجز 4 مليون مشترك على يوتيوب من بعد نجاحات كثيرة وكبيرة، وشارك توني هالستوريهات اللي شكر من خلالها كل السوبرز، فألف مبروك لكل السوبر فاميلي. احتفلت نارين بيوتي مبارحة بعيد ميلادها 22 مع أصدقائها بدبي، حيث حتشارك فيديو عيد الميلاد الكامل على قناتها على يوتيوب قريبا، حيث عايدها عدد كبير من اليوتيوبرز من بينهم رغدة وبيكي وإخوانها صيدرة وشيرين وشيرو وجلال وأمها وأبوها وغيرهم كتار. فشاركت نارين هالصورة على حسابها على انستغرام بهالمناسبة وعلقت بي صار عمري 22 مبارح، وللناس اللي كانت مستنية أني أعقل شكله ما تغير شي ورح يستنوا لسه كمان، فكل عام وانت بألف خير يا نارين. أما شيرو فصدم الجميع بلوك شعر جديد بهالستوريهات اللي شاركها على حسابه على انستغرام، فشو رأيكم بلوك شيرو الجديد؟ أما دايلر فكان ضيف الحلقة الأولى من برنامج بيسان إسماعيل الغرفة 11، حيث أثار الجدل بتصريحاته خلال الحلقة، فحكى عن مدى تغير شخصيته بين الماضي والحاضر وكيف صار حريص على اختيار خطواته وأصدقائه والناس اللي حواليه بعناية، خاصة بعد اللي صار معه مؤخرا ومدى صعوبة ذلك الموقف، ورفض الحديث عن إسلام أفرو رغم أنه كان صديقه قبل فترة ولأسباب رفض ذكرها، وحكى أيضا عن صديقه السابق نيفو واللي كانت تجمعهم صداقة جدا قوية سابقا واللي انتهت حاليا لأسباب غامضة، وحكى أيضا عن نارين بيوتي ولكن بطريقة جدا غامضة وما كانت مفهومة بالنسبة لعدد كبير من الجمهور، حيث حكى أنها كانت تمشي مع شخص كان على خلاف معه، حيث غيث مروان كان بقائمة توقعات الجمهور وأجمع الكل على إمكانية أنه يكون هو المقصود بسبب الخلاف اللي كان بينه وبين دايلر قبل فترة. فشو رأيكم أنتو؟ مين كان يقصد دايلر بكلامه حسب رأيكم؟ اكتبوا لي رأيكم تحت بخانة التعليقات.